جاتني الفكره ان اول حاجه حنا كنديروا هادشي ديال لي ستاسيون في المغرب كله، وكل ستاسيون كما كتعرفوا كيكون فيها داخل ريستوران ولي كابي وشوب وبزاف الحوايج اللي يكونوا في تيكونوا داخلين مع الستاسيون، وبالاخص هذه المنطقه ديال الخرجه ديال المحمديه على بن سليمان معروفه بالطبيعه وبالناس اللي يخرجوا وليداتهم هنايا، وفكرنا نديروا لهم هذا المشروع هنايا فيه الترفيه للوليدات وفيه الماكله بجوده عاليه بالشاف كويزيني بجوده عاليه ديالو، ونطلبوا الله التيسير والله يوفقنا، ومرحبا بالناس اللي بغى يجي عندنا مرحبا به. لا ديجا كاينين فروع قبل منها، ولكن هذا الاسم اللي هو اسم اريستو، هاد اريستو سمينا هاد الكافي اول فرع ديالها ان شاء الله، وغادي تعمم ان شاء الله على لي ستاسيون كلهم ديالنا ان شاء الله. سي عادل بحال واحد الانسان من العائله، حنا فرحانين ليه بزاف، صديق كبير، كنتمناو ليه ان شاء الله يدخل هادشي بالصحه والسلامه ومزيد من التالق ان شاء الله والنجاح. احنا فرحانين ليه، هذا هو اللي كاين. وحنا شفنا الفرحه ديالك وانت كتشطح معاهم وناشط. كنضرب الخراق ماشي كنشطح. كنضرب الخراق وكاع. شي حاجه اكثر من الشطيح هذا. اللي هو طالع. ايوا الحمد لله وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. هو احنا واحد المجموعه من الفنانين جينا نفتتحوا هذا الريستورون، بزاف ديال الناس فرحانين ناشطين. هي من بين واحد الانشطه موازيه كنديروها، وفرحت بزاف ملي لقيت رفيق بوبكر انس الباز واحد المجموعه من الفنانين، وكما انت ناشطه انا راه ناشط. حيحتي شفناك حيحتي اليوم. لا ما حيحش، حيت الحيحه الحقيقيه هي انك تكون معنويا فرحان. انا معنويا ما فرحانش حيت مازال الغازوال طالع في الثمن، ومازال الغلا طالع والشياط نايضه. ضربك الغازوال من غلا؟ ضربك الحال؟ بزاف ضرني الحال، وثانيا راه اللي قال لك دابا نضرب بك شي دوره راه دار معك مزيان، راه دابا دوره ما بقاش سهله. لا شي واحد يزك الطوموبيل قال لك نضربوا شي دوره راه ماشي سهله، وكنتمنى اننا يكون خير ان شاء الله. وهذا الصديق مواد الشهبي عيط لي بوغ هاد لوفيرتور ديال توب بترول، شركه جديده يلاه غتحل، بروبريتير ديالها صديق ديالنا، وجينا نحتفلوا معاه بهذا الافتتاح. واش يمكننا نقولوا باللي ان سي رفيق بوبكر ولا حتى هو كينتمي لهذا المجال ديال الكولوبوغاسيون ديال السوشيال ميديا، يمشي يحضر لي زيفينمون بحال هادشي اللي كنشوفوا ديال لا ماجوريتي ديال لي ستار كيمشيو ليهم؟ وا نورمالمون انا جو بيرمي دير كو سي ان انفلونسور، سي كو جانفلونس واحد المجموعه ديال البوبليك ديالي سورتو لي فانز ديالي، ولكن ملي كيكون شي واحد صديق ديالك عنده ان بروجي كتجي كتعاون معاه، منك كتعاون معاه ومنك بحال كتبارك ليه الحوايج وصافي. كتشوف ان يعني الحضور ديال لي ستار ولا الحضور ديال لي زانفيونسور ولي زانفيونسوز كيساعدوا هاد لي بروجي ولا لي بروجي عامه؟ اكيد، لان انفلونسور ولا اكتور ولا هذا كيكون بلوز او موا عنده واحد المصداقيه فيزافي البوبليك، صديق ملي كيشوفوك فشي بلاصه كيبغيو حتى هما يمشيو يشوفوا ديك البلاصه كيديرها، هذا هو. وما حدنا حنا كندويو على لي بروجي وعلى المشاريع، من غير الفن واش رفيق كيفكر ديال شي بروجي ديالو اللي يكسب منه يربح مادي من غير ديال الفن؟ لا ما نظنش، لان ما كنعرف ندير والو الا الدومين هذا، استادير فكره مستبعده. Oh!
شاف علي مرحبا بك معنا على موقعكم هيبا بريس. شاف علي هو شنو هو الاختصاص ديالك في هذا الريستورون جيد اريستو؟ انا اختصاص ديالي سوي ان شاف علي بلوتو سوي ان شاف علي كونسلتينغ كندير لي زوفيرتور اي لا كرياسيون دو كونسيبت جلوبال. اليوم ان شاء الله مرحبا بكم. اول حاجه عندنا في هذا الريستورون اللي هي جديده لا بليبار ديال لي ريستورون اللي كيكونوا في ستاسيون كان كيتميزوا بلا 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 توش ماروكان. مي حنايا اليوم جبنا واحد لا توش اللي غادي تكون غوفيزيتي ما بين الايطاليان وماروكان و لي بلا ديالنا غادي يتميزوا بلا 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 غاسترونومي اي لا فينيسيون ضروري من في لي بلا ديالنا. توسكي لي بلا ايطاليان كو ساسوا لي بيتزا ولا لي بات فيهم واحد لاتوج ماروكان افيك دي زيبيز بلوتو. حنا في لا كويزون تسميوها غوفيزيتي باش نغارديو لوغو ماروكان حيت لا بليبار ديال لي ماروكان ولا دي باساسي ولا الناس اللي كيجيو لعندنا خصنا نغارديو ليهم هذاك لوغو اللي هما ساتيسفي ونقربوهم شويه حتى من لا كويزين ايطاليان ولا كويزين فرونسيز. فوالا اول حاجه بعدا كنديروا داكشي في يد الله لان كتكون دراسه لابد لان هاد كما قلت لك قبيله هاد لالين هادي ديال بن سليمان كلشي الناس يخرجوا وليداتهم ديالها وكاين دي بروجي اخرين في هاد لالين وما قادينش الناس لهذا علاش حنايا اضطرينا نديروا هادي. وطا في الكوزينه غيرنا ما مشيناش لي ستاسيون ديما غير الشوا تبرنونت وداكشي العادي البلدي. حنا بالعكس حنا درنا كويزين ايطاليان ودرنا معاه حويجات اخرين اللي كيدلوا على التراث ديالنا المغربي. تميز بالجوده ان شاء الله بالجوده وبحسن استقبال ونطلبوا الله التيسير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.